السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أبنائي وبناتي، تلاميذ الصف الخامس الابتدائي، أتمنى من الله سبحانه وتعالى أن تكون هذه المراجعة من الأمور الميسرة لكم في الاسترجاع والاستذكار. ونبدأ الآن في نص جزاء العاملين، وهو مأخوذ من القرآن الكريم. يقول تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. رَبَّنَا وَآتِنَا مَا وَعَدتَّنَا عَلَى رُسُلِكَ وَلَا تُخْزِنَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّكَ لَا تُخْلِفُ الْمِيعَادَ. فَاسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ أَنِّي لَا أُضِيعُ عَمَلَ عَامِلٍ مِّنكُم مِّن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَى، بَعْضُكُم مِّن بَعْضٍ. فَالَّذِينَ هَاجَرُوا وَأُخْرِجُوا مِن دِيَارِهِمْ وَأُوذُوا فِي سَبِيلِي وَقَاتَلُوا وَقُتِلُوا لَأُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار ثوابا من عند الله، والله عنده حسن الثواب. الآيات أعزائي تدعونا إلى حسن العمل، وأن الله سبحانه وتعالى لا يضيع عمل عامل منا، سواء كان هذا العمل صغيرا أو كبيرا. فالصحابة تحملوا الكثير حينما أرادوا أن يهاجروا من مكة إلى المدينة، فعذبوا وقتلوا وخربت ديارهم وسرقت أموالهم وشردوا، ولكن مع ذلك أصروا أن ينفذوا أمر الله سبحانه وتعالى ويهاجروا. فكان الجزاء في انتظارهم، بأن الله لا يضيع أعمالهم أبدا، سواء كان ذكرا أو أنثى. لا فرق في ذلك بين الذكر والأنثى، كل من هاجر وأخرج من داره وأوذي في سبيل الله وقتل، فإن الله سبحانه وتعالى سوف يستجيب لدعائه ويدخله الجنة. وهذه الجنات فيها المتاع العظيم، ففيها أنهار وفيها ثواب من عند الله، والله عنده حسن الثواب. تعالوا نتعرف على معاني المفردات. آتنا أي حقق لنا. فالمؤمنون طلبوا من ربهم أن يحقق لهم ما يطلبون أو ما يدعون الله به. وعدتنا، وعد الله سبحانه وتعالى كان لهم بالجنة، فوعدتنا معناها وعد الله. الخزي وهو العار، والعار هنا أن يأتي الإنسان يوم القيامة مجردا من أعماله فيقف في صفوف الكافرين. إنك لا تخلف الميعاد، لا تخلف الميعاد أي حقق وعدك الصادق يا الله بأن نكون من أهل الجنة. لا أكفرن أي لأغفرن لهم ذنوبهم أو أمحو ذنوبهم. هاجروا أي تركوا دارهم وخرجوا، أي أن الصحابة تركوا مكة وخرجوا إلى المدينة. أخرجوا أجبروا على الخروج. أوذوا تعذبوا، سبيلي طريقي. قاتلوا حاربوا، قتلوا استشهدوا. استجاب لبى ثوابا وهو الجزاء الحسن، حسن الثواب وهو أفضل الثواب وهو الفوز بالجنة. الشرح اختصارا لما قلناه، إذا أردنا أن نلخصه في سطور، نقول أن المؤمنون يتوجهون إلى الله بخالص الدعاء أن يجزهم بما وعدهم، وأن لا يخزهم يوم القيامة، وأن يدخلهم جناته، فيستجيب الله لهم أنه لا يضيع أعمالهم وتحملهم الخروج من مكة إلى المدينة، واعتداء الكافرين عليهم ونهب أموالهم وقتلهم. الآيات أبنائي تدعون إلى الإخلاص في العمل والعبادة حتى نلقى الجزاء الحسن في الدنيا والآخرة. من مظاهر الجمال التي جاءت في الآيات: ربنا نداء، ولكن حذفت الأداة، فنقول أن الإنسان حينما ينادي على من هو أعظم منه فهو للتعظيم، فنقول ربنا نداء غرضه التعظيم. آتنا أسلوب أمر، هل للإنسان أن يأمر ربه؟ هذا أمر مستحيل والعياذ بالله، ولكن هو أسلوب أمر غرضه الدعاء والتوسل. لا تخزنا نهي، والنهي باستخدام أداة مثل لا، فنقول لا تفعل كذا فهو نهي. فالمؤمنون يقولون لله سبحانه وتعالى لا تخزنا، يعني لا تذلنا يوم القيامة، فهو نهي للدعاء والتوسل. إنك لا تخلف الميعاد أسلوب مؤكد بإن، ويدل على صدق وعد الله سبحانه وتعالى. فاستجاب الفاء تدل على سرعة الاستجابة،
لا يضيع عمل عميل منكم، تعبير يؤكد المساواة بين الرجل والمرأة في الجزاء. قاتلوا وقتلوا تضاد يبرز المعنى ويؤكده. فكلمة قاتلوا معناها أنهم دافعوا عن أنفسهم، وقتلوا معناها أنهم قتلوا، يعني قاتل ومقتول، فبين الكلمتين تضاد. التدريبات: بعد أن عرضنا هذا الدرس عليك أن تفكر جيدا في هذه الأسئلة وتحاول الإجابة عليها بنفسك، وإذا احتجت أي عون أو مساعدة فنحن في انتظارك. شكرا لكم.